العربية للتصنيع تبدأ إنتاج اللوحات المعدنية المرورية لأول مرة في مصر. كده البلد في عهد فشاخة الرئيس اتحطت على أول التراك رجالة، وفاتت كتير ما بقى إلا القليل. مشوار الألف نخلة بيبدأ ببلح. النهاردة صنعنا حتة الصفيحة دي بإيدين ولادنا وكفاءة دولتنا وبدون أي مساعدة، كلها 700 سنة ونخش على تصنيع العربيات نفسها بقى. سامعك اللي بتقولي أحي وإحنا كنا بنستورد البتاع دي؟ أيوة عم، ودي كانت قضية فساد كبيرة، وبعد ثورة انقلاب يناير اتحاكم كل الفاسدين اللي تربحوا وأهدروا المال العام في الرشاوي والعملات اللي وراها. عموما هي مش طالبة تقطيم بقى وتكسير مجاديف، إحنا بعون الله الفترة اللي جاية هنخش على الإقلام الرصاص بقى وإبر الخياطة اللي بنستوردها برضه. وخبي عيالك يا يابان ونامي من المغرب يا صين. الفراعنة نزلوا الملعب بقى، لا تقول لي دب روسي ولا نمر آسيوي. إحنا عندنا البورص المصري عاد لينتقم واللي حصلني يكسرني. أنا بس عاوز أعرف يعني قرار أحمد موسى إيه؟ هيشجع صناعة بلده ولا مش هيهون عليه غير نمرته المفضلة؟